حياكم الله. أنا دكتورة سعاد اليماني، استشارية أعصاب الأطفال في مستشفى الملك فيصل التخصصي. اليوم إن شاء الله حديكم لمحة بسيطة عن مشروع وطني. هو مشروع وطني لتوفير الخدمات التشخيصية والعلاجية للأطفال المصابين باضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه. اضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه من أكثر الاضطرابات السلوكية شيوعاً في المملكة العربية السعودية، يصيب حوالي 15% من أطفال السعودية، وعلى الرغم من ذلك الخدمات التشخيصية والعلاجية غير متوفرة في معظم مناطق المملكة. هذا لعدم معرفة أطباء الأطفال والأطباء العموميين بطريقة التشخيص والعلاج. التشخيص والعلاج جدا سهل، وبإمكان الطبيب معرفته في بورش بسيطة، ومن خلال في عندنا يعني زي دليل عديناه سابقا كيف يساعد الطبيب أما يكون عنده مريض موجود في العيادة مصاب باضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه، يعرف كيف طريقة التشخيص والعلاج. الشيء يعني على الجميل انه على الرغم من شيوع هذا الاضطراب وانه يصيب 15% من اطفال المملكة العربية السعودية، الا انه الاستجابة للعلاج استجابة جدا كبيرة. انا طبيبة اعصاب اطفال، عندي امراض كثيرة اعالجها في العيادة، هذا يمكن من اكثر الاضطرابات تأثرا بالتشخيص والعلاج، لدرجة انه بعد 3 شهور من التشخيص والعلاج بعض الاحيان تغير حياة الطفل، مو بس حياة الطفل وحياة المحيطين به، لانه لو ما شخصنا وعالجنا في تأثيرات جدا عكسية، تأثير عكسي على المستوى الأكاديمي للطفل، تأثير عكسي على القدرات الاجتماعية على الطفل، تأثير عكسي حتى على العلاقات الاجتماعية للأسرة بسبب وجود طفل مصاب باضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه. الأدوية اللي بنستخدمها في العلاج موجودة، وموجودة في وزارة الصحة، ويعني بسهولة معرفة كيف طريقة المعالجة، وفي نفس الوقت يعني طريقة الدعم للطفل هذه معظم الأحيان تقع على عاتق الطبيب، لأنه الأهل ما يعرفوا أن الطفل عنده مشكلة صحية، فبالتالي معظم الأحيان يسيئوا معاملته، وهذا بالطبع يؤدي لاستفحال المشكلة. الأطفال دول موجودين في كل العيادات، بعض الأحيان يجوا بأسباب مختلفة، ممكن يكون عنده زكام، ممكن يكون عنده صداع، بعض الأحيان يكون عنده مثلا ربو، وللأسف طبيب الأطفال لعدم معرفته بوجود هذه الحالات بعض الأحيان حتى بتضايق من وجود الطفل ده في العيادة، بدل من أنه يساعد الطفل ويقدم له الخدمات المطلوبة واللي هي الخدمات التشخيصية والعلاجية. وهذه الخدمات التشخيصية والعلاجية بتأدي دور جدا كبير، لأنه في نفس الوقت إحنا بنعرف الأهل أنه الطفل ده بيحتاج مساعدتكم ودعمكم بدل ما يحتاج قسوتكم ورفضكم. إن شاء الله حنتكلم أكثر عن البرنامج هذا. البرنامج هذا موجود ومكتوب، وأنا أعتقد أنه في وقت جدا قصير نقدر نحقق نقلة نوعية، ونعطي الأطفال دول فرصة أن يكونوا أفراد فعالين في المجتمع، لأنه 50% منهم مبدعين، بس لو قدرنا نحن نسيطر على التصرفات والسلوكيات السلبية من خلال تشخيصهم وعلاجهم، هذا الأطفال ممكن هم اللي حينهضوا بالمجتمع بدل ما يكونوا عالة على المجتمع. فأشكر لحضوركم اليوم، وأنا جدا سعيدة سعيدة لوجود مناطق جدا كبيرة، ومتفائلة بإذن الله إنه البرنامج هذا يكون برنامج ناجح وحيحقق الأهداف المرجوة. طيب دكتورة، أبغاك تعطينا خطوات كيف ممكن نبدأ معاهم المشروع من ناحية تدريب الأطباء. أنا أعتقد إنه لو اجتمعنا بالأطباء الأطفال والأطباء طب العائلة أو الأطباء العموميين،
حنقدر يعني نشوف مين المهتمين فيهم يكونوا مشاركين في البرنامج، وبعد كده حنبدأ نسوي الورش العمل ونشوف كيف التدريب كمان، لأنه جزء من البرنامج أنه ممكن الطبيب يقدر يجي ويتدرب معانا بحيث أنه يتعلم بطريقة عملية كيف يقدر يشخص ويعالج الحالات دي، ويشوف الحالات اللي تعالجت كيف تغير يعني حياتها، مستوى يعني حياتها وحياة أهاليهم كمان. في حد عنده أي سؤال للدكتورة الآن سعاد يماني؟ السلام عليكم. عليكم السلام. عبد الله هينزي من مستشفى الهضم المركزي. كدكتورة أنت ذكرتي بالبداية أن في عندكم كتيب بالنسبة للديجنوستيك والتريتمنت. أيوه. ممكن ناخذ نسخة من الكتيب مبدئيا على أساس يتم توزيعه على الأطباء، ممكن نحصل على فائدة بنسبة 20%. تجي الخطوة الثانية مرحلة التدريب وال نحن هذا البرنامج نحن قبل كده سوينا زي دراسة بسيطة البرنامج، لقينا إنه الأطباء لو أخذوا الدليل ده ما يستخدموه. إذا كان ما كان الطبيب أخذ التدريب قبل، الدليل هذا بصراحة حيكون مجرد زي الأوراق اللي نحن بعض الأحيان نجمعها من المؤتمرات وتقعد في الدرج لين بعد كم سنة نيجي ننظف أدراجنا ونرميها في الزبالة. فيعني حيكون مضيعة يعني من الناحية، من كل النواحي، مو بس من الناحية المالية. فأنا أنصح إنه يتم التدريب الأول، وبعدين الطبيب يأخذ هذا الدليل كعامل مساعد إنه موجود عنده في حالة إنه أحتاج، إنه من الدليل ده ورقة إنه لو يبغى يأخذ معلومات من المدرسة موجودة الرسالة مطبوعة، يصير ما يكلف اللي يكتب اسمه، أشياء زي كده يعني عملية، لأنه هذا الدليل أعدته الأكاديمية الأمريكية لأطباء الأطفال، ونحن أخذنا منهم يعني الموافقة إنه نحن هذا الدليل نترجم الأجزاء اللي نحتاج ترجمها للغة العربية ونوفرها لأطباء الأطفال. طبعا احنا الان البرامج هذه يا جماعه، البرامج هذه نحطها مثل برامج مساهمه كذا، اللي يحتاجها ممكن يقدم من بدري، ممكن نعقد ورش عمل مثلا في الجنوب، في الشمال، في المنطقه الغربيه، بحيث مثلا تجتمع منطقه الجنوب مثلا في الباحه ولا في ابها، في الشماليه مثلا في الجوف او في اماكن، فيكون مثلا التدريب. كم عدد التدريب الدكتوره ممكن يكون؟ انا اعتقد انه نحن نفضل انه لانها ورش، في ورش عمل، في محاضرات وورش عمل، انه العدد ما يتعدى مثلا ممكن 30 او 40. طيب، فنحن ان شاء الله نتناقش في الكيفيه والوسيله باذن الله ان شاء الله. في احد عنده سؤال اخير؟ ان شاء الله.